اليوم عندنا عزيمة والطبخ الزين منيد من منيد ابو مير. يا قصدي ها ليش تعبوا مضيعيني؟ تعبت مضيعين؟ لا 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 ما انت انا مشهودة لي طبخة حلو والنعم مشهودة لي انا ابو مير امي الضوج الضوج الصادق ما ضوج مني لا لا ما ضوجين ابني شلون اضوج مني شايف تقولي بس انا طابخة ليش عم تضيعون تعبي؟ امي تاكل يوم طبخت لكم هالجدر هالقد وانت سواحب تقول طبخ لكم جدر القدودة سواحب زين شبيك خلصت تكمل ها سجاوة تاكل دخيل الله لا سجاوة هالأيام مو حلو طبخة سجاوة ضامنة للكليتش اريد كليتش هاي المرة مال عيد بالخوة قول بالعباس انتظروا طبخ الكليتش هالمرة على سجاوة مال عيد بس اذا مو بين مين ريح الطيده امي مرتبه ضاع الترتيب الله يعطيها الصحه والعافيه والله العظيم موحتها وترتب وتشتغل صادق شنو صادق ليش كيلو الحكي الزين ها الحكي الزين ومن التسعه انا قلت يعني لازم بالباب انا احكي المن يمه هو فنك يغسل وياي تمن اي يحوس التمن ما اقدر انا يعني بس مساعد اي ديت ورا صادق بعد شنو النكهات والطبخه يعني ما الشغل كله يمك؟ يا شنو ابو مير بس الاوامر علي. آه. والله اوامر اجيب نايم حوس التمه قلب لي اياه. اجيب لحد يخابرني. بس واذا ما جيت يعني واذا ما اجيت؟ والله شنو منيت علي انا؟ سجاوه موجود بس غير متعاجز. خويا الله يروح نروح له عقب ايش؟ حتى المطي يموت بكره وتخلى سحر. لا مكرم ابو امير الخير البركه مرتب والله مرتب البيت واهل البيت كلها لك اه والله العظيم بس بالطبخ لا تقارنوا ويلي ويلي صدق ويلي ويلي مفطح ابو المياع ايه صاحبي لا لا ذوق النسوب ذوق النسوب لا والله حلو قوم لا تخرب انك طاقك مو ابو امير هذا الطاقه قتل امي يلا يلا صادق قتل امي تقبل والله خنق خنق وقال عفاطم في مش عارف ابو امير يعني انت طاق يوم يا طبخ ابو امير شنو هالشذاب والله راح شنو هسه احنا شرايط هسه والله احترينا الطابخ يا امه تقول انا وصادق يقول انا لا الطبخ امه صادق ما يدبرها هلا وميت هلا حياكم الله يلا لا لا سيد من اهل البيت لا ابويا مو من البيت انا قاعد لا اخوي يقول لا اخوي انا اليوم مو يعني انت اليوم خطار لو من اهل البيت خطار ما يستاهل ما يستاهل ما يستاهل لا على سجاد احمد يا بس سيد من اهل البيت السيد لا انا اللي مجاه شوف عباس امانه يا لطيف طبخك لو طبخ امي فوت واروح لك لا عمي شوف عباس واحد عراق لا يعلو علي هدي اكثر واحد يكنكل راح نطيه هديه اي بس ماكو عود يلا بس بعد يلا يلا رجلك ثاني مو اي عادي يلا يلا صح شنو هو رافع رافع حالي يلا كاس واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 30 31 32 32 مرة هسه الزين 4 5 6 7 9 10 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 28 27 30 32 33 34 نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء 34 انا ما اطيع يلا فوز علينا عليه ولك عذره 3 4 تعال عيد يلا عيد عيد وعلى فن الرفاحة يلا 1 2 3 4 5 اطير 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 يلا كمل باشر مكلب يلا 1 يلا صعد يلا اطير اطير فحله فحله هاك هاك طير حسهم
تبع لا شلونك يا كريم وضحك يلا هاك يلا 2 3 اي بطل 4 5 ولك باع انا اصور باع اسمه انا اصور باع 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 استنى الحجي حلوه 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 والله حلوه انا البارحه ناشر وطالع نوري وياي بالتصوير هو منكم شفت تسالوني متابعينا القدامى يعرفون نوري منو ما يعرفه نوري يصير ابن عمي بس عايش عندنا يعني هو اكثر من اخونا زين لولا هذا نوري يسلم عليهم نوري السلام عليكم يظهر مؤدب كل اللي سوى روحه روانا خجول علي وين طالت تخجل على نور الله الله على نور كبير هذا نور عرفته لو لا نور ابن عمي بس عايش عندنا لان ما شاء الله هو عمره صغير بس عقله كبير ومرتب ومعدل وشايل البيت شيء يعني اكثر بشر يساعدنا بالبيت هو جاي يطلع لنا نفاخ نور هاي شنو هالحركات تاثر بالورشة الله والله كذاب بس لا تحكي علي ترى خابره ابو طيبه هذا والله عزيز وغالي انت غالي علي اشكرك حم الله وديك بس نوري شايل خشم نوري عالم تسمع الجمال مال نوري نورشة كذيكم ولعب بدي اسولف لكم سالفه ميدو باقي محتوى انت عوف المحتوى هسه انت تفطرت عدني؟ ايه تفطرت صليت؟ صليت اتسحرت؟ اتسحرت دخنت؟ دخنت لعب الدومنو بلاي؟ لعب الدومنو شفت المسلسلات شفت مسلسلاتك؟ ايه تابع عبد المعطل شنو؟ حسون شيل النون شو؟ كان ما تحس وتروح لهلك تطلع الشمس يلا والشمس مطوله ومغيبه ما تطلع ما يصير حس على روحك روح لبيتكم ميدو ما يصير هيك اخيرا تحققت امنيتي بالتصوير صرت اطول من ميدو اشتغلك صغير وعلي الله يساعدكم باعون صعدت صدق هالطويل صدق الضجوج من تشوفون ما اطول منكم انا هسه شفتك صعدت على كل ساعه ضجت انت اطول من عندنا اكو اطول شيء قليل انت طويل طويل يعني هاسه لا والله من وين قاعد حاجه طول كان اخلص من طول انا شايف لو عد طولك اخذ خاوه واحد يقول لي اخذ خاوه واحد يقول لي ياك ضكت له خلصت ابو الميد الطيب المرتب ادري ميدو سحريت وفطريت واكليت ودخنيت هسه الساعة بالسبعة راح تصير ايش وقت تروح لأهلك ما تقول لي ايش شو طبعا الجو اليوم كلش حلو ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد يعني ماكو شميس وما صعدت بغرفتي لأن الجو حلو هذا ميدو لازق هنا يحس ويروح لأهلك ميدو انت شنو لزقة لطشة؟ انا اثنيناتين يلا بيتك هذا ايش عندنا؟ شوف على وين صعد ويصور من ميدو صعد على الكرسي هسه هسه لنفس الطول هسه سبحان الله يعني هسه انت صاعد على الكرسي شوفه ترى علاوي انا وياه نفس الطول علاوي قصيرون انا 170 هو 71 اظن